FM. الكلمة ليك. حكاية صايرة بارازار. باهي كيفاش بارازار؟ لقيت كاستين كيف العباد الكل هابطينها، شاركت انا وصحابي بعض. كي لقاونا توانسة قالوا لي الشرق الاوسط مش معنى تونس مش تبعت الشرق من مصر واحنا ماشيين. يا اخي قلنا لهم معناها هاي كي مغربية خذيتها مع المغرب زادة كيف مش تبع الشرق الاوسط. يا اخي معناها قرر المسيو خليل السيد اللي هو مدير النقابة للتزيين في الشرق الأوسط، ومع مسيو سعيد عمران اللي هو مدير النقابة للتزيين في مصر، أصلا هو مدير المهرجان، قرروا باش يدخلوا تونس السنة كتطوير علاقات ما بين تونس ومصر. معناها كما دخلوا المغرب يدخلوا تونس، مع عام الجاي بتتخ يدخلوا الجزائر ولا ليبيا اللي هو. الكلمة ليك.